خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كرم فريق مصري. الحقيقة انه الفقرة دي كلها ايجابية، ويمكن احنا كلنا يعني في حاجة الى الاخبار الايجابية دي، وفي حاجة ان احنا نسمع جرعة كده من الاخبار الايجابية. احنا بنتكلم عن فريق مصري قدم افضل مشروع رياضي لعام 2022، وفاز فعلا هذا الفريق المصري في المسابقة اللي كانت مقامة على مستوى 19 دولة، ومنحت الفيفا دبلومة الإدارة الرياضية لهذا الفريق، وده كان بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الرياضية. طيب الفريق المصري عمل مشروع اسمه تطوع، المشروع ده كان ممثل عن جامعة القاهرة. المشروع عبارة عن منصة إلكترونية هتنظم عملية التطوع لما يكون في أحداث رياضية وتسهلها على المتطوعين. ليه كمان تطرقت لمسألة اللجان المنظمة لهذا الحدث الرياضي؟ خلينا نفهم أكتر ونحتفل بأعضاء هذا الفريق المصري. معانا على تليفون أحمد كارم، عضو فريق تطوع. مساء الخير يا أحمد، ومبروك الجائزة، ولو تعرف الناس أكتر عن مشروعكم وإزاي قدرتوا أن أنتوا تحصلوا على هذه الجائزة. مساء النور يا هدير، ومساء الخير على كل المشاهدين. في الحقيقة احنا أول حاجة احنا فريق من 5 أفراد، سيف عامر، عمرو عادل، مرام القاضي، وإنجي الجميل، وأنا. ده كان مشروع التطوع، كان جزء من تخرجنا من دبلومة الإدارة الرياضية اللي بيمنحها الفيفا بالتعاون مع مركز اللي هو الـ CIES، ده اللي هو مركز الدراسات الرياضية، وهي بتمنح الشهادة دي من جامعة القاهرة. ده كان مشروع تخرجنا. عظيم، يعني هي الجائزة قسم مشترك ما بين الفيفا وجامعة القاهرة. بالظبط. ده كان مشروع تخرجنا من الجائزة المحلية اللي هي في القاهرة هنا. طيب. بعد المشروع ما بيعمل ايه في مسألة تنظيم الأحداث الرياضية؟ طيب المشروع هو عبارة عن يعني مرحلتين. المرحلة الأولى هي ويب سايت، موقع بيسهل عملية التواصل ما بين الناس اللي عايزين يتطوعوا وما بين اللجان المنظمة. يعني أنا كفرد عايز أتطوع بيبقى عندي الويب سايت. أتطوع علشان نفهم الناس يا أحمد، أتطوع لتنظيم الحدث؟ بالظبط، أتطوع لتنظيم الحدث الرياضي. إحنا عندنا في مصر هنا في آخر 3 سنين أو 4 سنين في مصر حاليا بتستضيف أحداث رياضية كبيرة طبعا وبتنظمها. بالظبط، مش أقل من 50 حدث رياضي عالمي وقاري في السنة. في كل الرياضات، وكل الرياضات بتحتاج متطوعين للحدث الرياضي ده. بالتالي احنا فكرنا انه بما ان احنا عندنا ماركت للتطوع، وعندنا بيبقى بنشوف فيه مشاكل معينه، طيب ليه ما ناخدش المشاكل دي نحط لها حل يكون لامم كل المشاكل دي ويحطها في الطريق الصح. فكان هنا الفكره طلعت ان انت بتوصل الراغب في التطوع ومش عارف يتطوع ازاي او مش عارف يقدم ازاي للقائمين على الحدث الرياضي. للقائمين على الحدث. المرحله الثانيه هي بقى اثناء الحدث نفسه، اثناء البطوله او اثناء الايفنت الرياضي عموما، لان هي مش بطولات بس، يعني بيبقى في حفلات توزيع جوائز، بيبقى في اكتر من 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 حاجه، قرعه مثلا، قرعه، حفله قرعه. بتوصل المتطوع بيبقى معاه موبايل ابلكيشن فيه كل التفاصيل اللي يقدر من خلالها ان هو ما يحتاجش اي حاجه تانية، ما يبقاش فيه سوء تواصل معاه ومع السوبرفايزر اللي فوقيه، كله موجود على الابلكيشن، فيتشرز كتيره، وبتسهل على اللي هو السوبرفايزر ان هو يوصل التاسك لكل المتطوعين، وفي اخر الحدث الرياضي يقدر يبقى عارف ارقام واضحه وصحيحه للمتطوعين اللي موجودين، مين جه قد ايه، مين خد ايه، ومين ما خدش ايه، وهكذا. يكون في نوع من حصر البيانات اللي تمت اثناء الحدث. بالظبط. وعلشان كمان لو عايز يتواصل مع هؤلاء المتطوعين مره ثانيه. بالظبط، بعد كده، لان هو كده دي بتبقى داتا بيز، لان هو اي حد بيحاول بيبقى عايز يتطوع هو بيعمل زي ريجستريشن، بيعمل تسجيل وبيحط بياناته، سي في، اكنه بيقدم. بالظبط، هو بيبقى ليه بروفايل على الموقع. اللجان المنظمه لو عايزه بعد كده في اي بطولات ثانيه بتخش على الموقع بتلاقي المتطوعين جاهزين سواء الجداد او القدام، وهم اللي بيختاروا، لان على حسب بقى العوامل اللي عايزينها في المتطوع ده.
طب قولي يا احمد، يعني المنافسين اللي قدامكم كانت منافسات قويه، وانتوا نفسكم كانوا يعني ايه الفريق اللي كنتوا عاملين له حساب، وايه يعني الفكره اللي كنتوا قلقانين منها؟ احنا في مصر هنا، يعني احنا كسبنا هنا في مصر، كنا 19 مشروع، لان بيبقى احنا في مصر من اكبر الدول اللي فيها الدبلومه دي. يعني الدبلومه دي الفيفا بيمنحها في حوالي في 18 دوله او 19 دوله حوالين العالم، منهم اسبانيا، البرازيل، الارجنتين، جنوب افريقيا، الامارات، وغيرهم كتير. يعني كان عندنا 19 فرقة مصرية، 19 مشروع مصري. 19 مشروع مصري ما شاء الله. واتطوع كسب المركز الأول في مصر هنا، وبعدين تأهلنا للمشاركة في المنافسة العالمية بقى، اللي هي ضمن كم مشروع مصري تأهل للمنافسة العالمية؟ لا، هو اتطوع بقى، يعني هو بيبقى مشروع واحد تطوع، المشروع الخاص بيكم. أول مشروع من كل دولة من 19 دولة بقى، بعد ما بيصفوا في الدول المحلية بيتنافسوا في المسابقة اللي هي الدولية. ودي كان لينا الشرف إن احنا نكسبها لأول مرة لمصر. يعني مصر الدبلومة دي بتمنح في مصر من 2008، وده كان أول مرة مصر تكسب اللي هي المركز الأول دوليا. يعني على ايديكم يا احمد، الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا دي، الله يبارك فيك. انتوا كنا يعني، وانتوا بعد ما ترشحتوا للمنافسه العالميه زي ما انت بتقول، اكتر حاجه كانت في دماغكم ايه ساعتها؟ كنتوا حاسين ان انتوا ممكن تكسبوا الجائزه؟ لا، المنافسه قويه يعني، وانتوا مقدمين الفكره كنتوا حاسين ان انتوا ممكن توصلوا وتفوزوا؟ والله يعني هي دي حاجه احنا فعلا كنا من اول يوم شغل لينا، سواء في المنافسه المحليه او في العالميه، احنا حاطين هدف ان احنا هنكسب في المسابقه المحليه. والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا. اول ما كسبنا على طول، احنا الهدف اللي بعدين على طول ان احنا حتى كان عندنا جروب كده، فحولنا اسم الجروب ان احنا نكسب المسابقه المحليه، ان احنا خلاص كسبنا المسابقه غيرنا الهدف على طول. والحمد يعني احنا طبعا المنافسه كانت قويه، مش سهله. يعني احنا دلوقتي كان عندنا منافسين بيشاركوا بمشاريع ليها علاقه بالتكنولوجيا في الرياضه، الاي سبورتس والجيمنج، وده سوق بينمو حاليا في العالم بشكل رهيب. في مشاريع ثانيه كانت عن تمكين المراه في الرياضه، وده برضو موضوع قاسم مهم جدا طبعا، موضوع مهم جدا جدا جدا، وبيتاكل مشكله موجوده وبيحاول يحلها. احنا يعني كان قدامنا منافسه ومشاريع افكارها تستحق انها تكسب، والحمد لله يعني، بس الحمد لله ان احنا يعني، لكن واضح انه فكره فريق تطوع برضو يعني قدرت انها تفوز في المسابقه. احمد كارم يعني بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، وببارك لك وبارك لكل اعضاء الفريق على الفوز بهذه الجائزه.